اتهم متحدث باسم قائمة التغيير الكردية الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، اتهمه بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له مقر القائمة في أربيل بشمال العراق. وأضاف المتحدث أن المهاجمين اعتدوا على أحد الحراس بالضرب، وقاموا بتمزيق صور مرشحي قائمة التغيير وتعليق صور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ونائبه بدلا منها.